بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الله إليكم. يقول السائل: نرجو نصيحة للشباب في المحافظة على الصلاة، فإن بعضهم يلعب لمدة 5 إلى 6 ساعات ولا يحافظ على الصلاة في وقتها. الشباب والكبار وكل مسلم يجب عليه المحافظة على الصلاة في أوقاتها ومع الجماعة. حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. حافظوا، والذين هم على صلواتهم يحافظون. فيجب على المسلم أن يحافظ على صلاته، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، ففيها خير. استعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة، يعني الصلاة شاقة إلا على الخاشعين. الخشوع يسهل الصلاة، الخشوع يسهل الصلاة على العبد إلا على الخاشعين. نعم.